السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم راح أعلمكم ستيبس كيف ممكن ترسموا أو خطوات كيف ممكن ترسم حصان بطريقة سهلة، وإن شاء الله إنه ينال على إعجابكم. خلينا نشوف. طبعا ما بعمل مقارنة بيني وبين ريتا، يعني هي غير وأنا غير. يلا خلينا نبدأ. طبعا أنتوا سامعين عصفور ريتا المزعج. أول حاجة تبدأي تعملي دائرة، طبعا أنا أحب أعمل الدوائر العشوائية، ما أحب أعمل دائرة يعني أجيب لها كوباية ولا شيء زي كده. تمشي خطوة خطوة، يعني لا تستعجلوا، خليكم معايا. وصلنا عند رسمة الدائرتين. بعدين هذا الشيد اللي راح نعمله هنا، هذا حيكون تقريبا يعني تمشي تقريبا الربع الأولاني للدائرة، وتحاولي إنك يعني عشان ايش نحاول ان احنا نعمل، مش هقول لكم حتكون ايه. كده قاعدين تفكروا هي جلسة تعمل ايه. يعني نحامل زي ريتا طبعا، يعني أنا هذه الناحية اللي هنا ما أبغاها تكون دائرة كاملة، هتعملي دائرة صغيرة هنا كده برضو، يعني مش يعني دائرة مستوية تماماً، تنزلي من هنا تحاولي ايش. انا طبعا يعني ما حقول لكم هذا اي جزء في الحصان، كلها خطوط مرة سهلة. أحاول أغير عليكم على قول، يعني أنا دحين بدأت أصدق، لأن ريتا كانت تقول لي ماما لازم تكوني ترسمي بزاوية معينة، عشان أنا أبغاكم تشوفوا إحنا واصلين لإيه. كده أوضح، يعني الستاند اللي ريتا تشتغل عليه ما ناسبني. طبعا انتوا شايفين المنطقة اللي هنا، شايفين المنطقة اللي هنا، طبعا المنطقة اللي هنا انا بحاول اني ايش امشي معاها عشان احاول اعمل يعني البطن. طبعا عارفة انتوا اصبروا لما تشوفوا الرسمة في النهاية.
يعني هحاول مثلا، يعني شايفين الدائرة هذه والدائرة هذه، هذه تعتمد على ايه؟ الفخذ والرجل للحصان. يعني لو تيجي عند الدائرة الأولى هذه، يعني ممكن مثلا هتمشي كده من الدائرة الأولى خيال، يعني كلها تديكي مثلا إيحاءات انت كيف ممكن هتعملي قدم للحصان. يعني تخيلي انت قدامك كده كأنه بيجري، او تتخيلوه بصفة عامة. يعني كل هذه اشياء احنا بنعملها ايش؟ بنحاول ان احنا نوصل لشكل الحصان. يعني انا احاول اوصل لحصان يجري صراحة، يعني نجتهد ونشوف هيحصل ايه في النهاية. يعني لسه هو لسه الحصان ما بان، بس عندي أمل إنه راح يبان. يعني هذه الدوائر أنا بعملها دلالة لي عشان أشوف أنا حقدر أعمل الشكل النهائي للحصان. يعني كل دائرة أنا يعني بالنسبة لي بستخدم الدوائر كأني أنا بعمل مفصل للحصان، كأنه في مفصل، يعني كأنه الجسم في له مفصل. يعني مثلا أجي مثلا عند الدائرة هذه، خلاص وصلت هنا، أقوم أمشي كده أقول مثلا يعني كأني همشي وأخليه مستوي عشان تدينا الشكل النهائي. تخيل كده كأنه في ديل بيجي طاير. يعني حسيت انه بدأ يظهر ولا ما بدأ يظهر؟ ان شاء الله انه بدأ يظهر. كمان احنا هنا نبدأ نتخلص من الدوائر. طبعا عصفور دي تمزج. شوية شوية نحاول نوصل للشكل اللي احنا نبغاه. طبعا الدائرة اللي هنا بنمسحها عشان نقدر نوصل للشكل الحصان. طبعا انتوا عارفين انا قبل كده شرحت لكم وقلت لكم انا الدوائر بستخدمها عشان المفاصل، يعني الدوائر بتخليك تعرف فين المفصل بالضبط اللي انت شغال عليه. احنا ماشيين خطوة خطوة هنا عشان نوصل للشكل اللي
الحين طبعا بنحاول ناخد الشكل الاقدام حقت الحصان. يعني بس كده تعمل ظل او تعمل ظل للوجه الحصان عشان يعني ناخد بيه الشكل. نحاول نشكل شكل وش الحصان شوية. طبعا هنا بنحاول نعمل ان شعره متطاير يمين ويسار عشان بنحاول نعمل الحصان وهو بيجري. تقريبا يعني نبدا نعمل التضليلات النهائيه نجي هذا القدم دي. نعمل الحافر شوية you
نحن بنحاول نعمل القدم ان شاء الله نكون وفقنا في عملها صح. طبعا انا ايه ريتا حبيبتي مني بدي انا اخذ اشياء ريتا وبستخدم اقلامها. طبعا احنا بنمسح كل الدوائر اللي كنا عاملينها، الدوائر كنا عاملينها فقط عشان تساعدنا على ان احنا ايه نعمل الشكل الرئيسي للحصان. طبعا احنا دحين نمسح الدوائر بس المفروض انه خلاص يعني احنا اصبحنا عارفين الحصان كيف حيكون.
بغير القلم شوية. خليكوا كده معانا. طبعا ده عصفور عندي مزعج، مش عارفة قاعد يعمل ايه. سامعين الصوت ده؟ صوت العصفور المزعج حق ريتا، صعبان علينا، انا مشغول عنه. طبعا احنا بنحاول نعمل تضليل عشان بيدينا تعرجات لجسم الحصان. هون نعمل قاطع هنا كده. دقيقة أشوف الباب بيخبط. ونستمر. طبعا اكيد انتوا بتسألوا نفسكم، احنا نسينا الرجل دي؟ لا ما نسيناها، ما نسيناها، بس هنظبطها دحين. احنا طبعا في النهاية عايزين الحصان يبان انه بيجري، فعشان يبان انه بيجري لازم رجله دي تبقى بعيدة بزاوية معينة عن رجله التانية.
اشوفها بعد بعد التضليل هتبقى جميلة. ترسم الرجل طبعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي اهلا اهلا. يا الله من زمان ما شفت بيتك. كنت قاعدة طبعا ايش احنا بنحاول نعمل التضليل. طبعا عصفور ريتا مصر يزعجني مش راضي. سامحوني انا سايباكم طبعا مع العصفور يزعج فيكم. طبعا زي ما قالت ريتا لازم نوقع. ان شاء الله تكون الرسمة حازت على اعجابكم. طبعا هنا الحصان بينط. إذا عجبتكم الرسمة لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامة ولنا لقاء آخر.